شلون القنابل الذرية ساعدت بالكشف عن اللوحات المزيف؟ القنابل الذرية لها تأثير كلش كبير على كوكبنا، بحيث راح تلقى آثارها على شغلات ما كنت تتخيلها. واحدة من هاي الشغلات هي اللوحات الفنية. داخل القنبلة الذرية ينشطر اليورانيوم ويطلق كمية مدمرة من الطاقة، ويتحول إلى عناصر مشعة أخف من عنده مثل السيزيوم والسترونتيوم، واللي تنتشر بالهواء وتسقط على الأرض وتمتصها النباتات اللي من بعضها نصنع أصباغ الرسم. لذلك خبراء اللوحات الفنية يفحصون قماش اللوحات والأصباغ الزيتية اللي عليها، ويشوفون هل بها ذرات من نظائر هاي العناصر المشعة. فإذا كانت موجودة بها هاي العناصر فمعناتها هاي اللوحة مزيفة، وإذا لا فهي أصلية، لأن أي لوحة مصنوعة قبل العام 1945 ما راح يكون بها أي أثر لهاي العناصر المشعة، لأن هاي العناصر ما تتواجد بشكل طبيعي بالتربة والنباتات، إنما صارت موجودة بسبب استخدام القنابل الذرية اللي بدأ استخدامها بهذا العام. أنا مو كلش أحب أسولف بالأسلحة، ولكن راح أقول لكم